الدقائق الماضية من عمر الشوط الأول، وعالية وخطيرة، جول جول. العمدة عماد يأتي بالتعادل، هو بحاجة إلى هذه الكرات حتى يسجل من أنصاف الفرص، من أنصاف الفرص، من نوعية المهاجمين القادرين على أن يسجل من أنصاف الفرص. هذه نصف فرصة، ليست فرصة كاملة، استغلها استغلالا مثاليا عماد الحسني. لكن يا سلام على تيسير الجاسم، هو اللي يسر الأمور، هو اللي سهل الأمور للعمدة عماد لأن يأتي بالتعادل.